السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد من سلسلة جي أن سي أي إيه اللي هو خاص بشركة جوني بار. طبعا يعني احنا بنركز على جوني بار، لكن يعني ما في مشكلة، في عنا هنا راوتر سيسكو، في عنا مثلا أجهزة. شلت الـ يعني الراوتر تبع اللينوكس لأنه صار في عندي مشكلة، في ضغط كثير صار على البروسيسور. عملت في سلسلة فيديوهات ثانية تبعت الشبكات الخلوية، ففي يعني هناك حكيت عن موضوع اللينوكس راوتر. الآن يعني احنا شفنا كيف انا بقدر اعمل ستاتيك راوت. غيرت هون شوي الشبكة، لكن الفكرة اني انا لما مثلا السيسكو راوتر بده يوصل للنتورك اللي هون عندي، ف بده يكون عنده بالنسبة يعني بده يكون R4، بده يكون عنده فكرة عن النتورك اللي هون. يعني R4 بده يكون عنده فكرة عن النتورك اللي هون، معلومات عنها بشكل كامل، و R3 بده يكون عنده فكرة عن R4 وال يعني المعلومات اللي عنده او الشبكات اللي عنده. وراوتر كمان ال R1 بده يكون عنده فكرة عن R4، بده يكون عنده فكرة عن R3. او بده يعني نعمل ستاتيك راوت، راوت بشكل ثابت للنتورك الموجودة بجانب جوني بار R3. فالحل ان نقوم ب يعني عمل اخر، ان نشغل بروتوكول يعمل راوتينج، يعني يتعلموا طريقة توجيه البيانات بشكل فعال اكثر، او بشكل ديناميكي، بشكل يعني اوتوماتيكي خلينا نحكي. فانا عندي هنا طبعا راوترات، انا الان على راوتر R2، الان انا على يونكس شيل، وهنا انا على الجونيبر راوتر. الان اول شيء بدنا نعمله شو كونفيجريشن، ليش؟ علشان نشوف اذا في مثلا، طبعا عندنا هنا اللي هم يعني النتوركس من المرة الماضية، لكن انتو اذا بتنتبهوا هون احنا شو عاملين، احنا غيرنا الانترفيسز، صار الانترفيس E1 من جهة PC1، وانترفيس يعني E0 من جهة راوتر R3. فلازم هون لازم ادخل على طبعا ما بتغير اشي على الستاتيك راوت، ليش؟ لانه الانترفيس تغيرت ماشي، بس احنا لازم نعدل. يعني احكي له الان كونفيجر، الان بحكي له ديليت انترفيس EM1 مثلا يونت 0 فاميلي اي نت 192.168. هذا كان الـ EM1 اللي هو 2.3، وبما ان احنا راوتر 2.2/24 فاميلي اي نت ادرس، وبقدر مباشرة احكي له مثلا سيت، ارجع مرة ثانية عليه لكن ممكن يصير عندنا مشكلة. طيب نجرب سيت، واروح احكي له على الاند، على لكن لا ما راح تزبط، ليش؟ يعني ما بقدر. فخليني احذف كمان الانترفيس R2.1 اللي موجود على مين، على الاي ام 0. بعد ما احذفهم الاثنين الان خليني اضيف الانترفيس، ليش؟ لانه لو ضفت الانترفيس نفس الاي بي ادرس على اكثر من انترفيس، فراح يصير عندي مشكله. ديليت انترفيس اي نت ادرس. طيب بعدين الان بقدر احكي له سيت، يعني اشيل هاي السيت مثلا اي ام 0. هسه صار اي ام 0 من جهه يعني راوتر R3، فانا بحط له 2.3 وبعدين بحكي له انتر. كمان نفس الشيء بنحط الان
يعني الانترفيس على ايثرنت 1 بحكي له سيت، بعدين بحكي له كوميت. لكن انا راح احكي له كوميت تشيك عشان اتاكد انه كل الكونفيجريشن سليمه، بحكي له كونفيجريشن تشيك سكسيدد، يعني انه كل امورنا تمام، كل التعليمات اللي احنا اصدرناها صحيحه وسليمه ويمكن تنفيذها. بعد ما حكيت له كوميت، الان يعني صار عندي يعني يعني الكونفيجريشن او ال تقسيم تقسيم العناوين على الشبكة صار سليم عندي. لكن انا في كمان شيء لازم اشوفه هون، لو حكينا له شو هيك، لا صحيح انا ران شو راوت، تشوف ران شو راوت ليش عم بعطيني هو المعلومات اللي لازم يعني اوجهها او لازم اشوفها، اللي هي فيا اي ام. ايوه هون التصحيح اللي صار عندنا، كان باتجاه مين اي ام 1 صار باتجاه اي ام 2. خلينا نعمل كونفيجر، خلينا كمان نعمل set system host name Juniper R3. هاي commit مبدئيا، بعدين اجي هون احكي له كمان ولا هون system سليمة. طيب خليني اشوف الان شوف الانترفيسز. هون عندي نفس المشكلة. طيب بحكي له delete interface EM 0 unit 0 family unit 0 family inet الادرس 192.168. هاي EM 0 كانت 3.1/24، وفي عندي اللي هي 3.23 وعلى دي ام 1. هاي عملت لهم ديليت، الان بدي اعملهم سيت مره ثانيه. فانا صار هذا وين موجود؟ على اي ام 0 نفس الانترفيس، يعني مش ما عملنا شيء جديد، نفس الانترفيس لكن بدلناه. لا ليش ما ولا لا انا حذفتهم كلهم. طيب حذفتهم كلهم، كنت بقدر اعمل رينيم انترفيس وغير الاي بي ادرس عليه. لا هنا اي ام 1 بعدين سيت كوميت تشيك عشان اتاكد، بعدين هاي كوميت خلص. طيب هيك حطينا كل الانترفيسز. المفروض انا الان من الراوتر هذا احكي له run ping 192.168.23.3، وهي اللي انا بدي اشوفه. طيب خلينا نعمل كمان 3.1 اللي هي لان انترفيس، يعني معناته الستاتيك راوت شغاله، كل شيء شغال. الان خلينا ادخل هون، خلينا اول شيء show configuration، نلقي نظرة على الكونفيجريشن، ما عنا شيء نهائيا، فقط محطوط لنا الهوست نيم، محطوط لنا الروت اوثنتيكيشن فقط. طيب انا مبدئيا راح اعمل كونفيجريشن لانترفيسز، يعني هاي اول شيء لازم نعمله. فبنعمل configure ندخل set interface
اي ام، خلينا نلقي نظره على الشبكه تبعنا. الان انا بدي اعمل كونفجريشن لاي انترفيس، لا يعني خلينا نحكي انا بدي اعمل كونفجريشن انترفيس اي ام 2. اي ام 2 بربطنا مع ار 2. اي ام 2 طيب هاي اي ام 2 يونت 0 فاميلي اي نت، فاميلي اي نت. طبعا احنا حكينا ليش اي ام 2، لانه انا فيرتشوال ماشين، ولو المفروض شو جيجا بت ايثرنت 0002 فاميلي اي نت ادريس 192.168.24.4. ليش؟ لانه هو 4 يعني راوتر 4، عشان ما نتخربط يعني. مش كمان بدي اجي على اي ام 3 يعني الراوتر الانترفيس الموجود هون باتجاه راوتر 3، ونحكي له ست انترفيس هون. خلينا ناخذ هاي خليها 4 بس بدها تصير من 3 ل 4، وخلينا نحط انترفيس 3 اي ام 3 يعني اللي هو جيجا بت ايثرنت 003. وكمان بدنا الانترفيس من احنا حكينا من 2 ل 4، من 2 ل 4 هذا، ومن من 3 ل 4 الانترفيس اللي هون، وعندنا الانترفيس من 1 ل 4 اللي هو اي ام 4. فعندك الاي ام 4 من 1 ل 4 وهاي اي ام 4. بيبقى عندنا اخر انترفيس اللي هو اللي هو الجيت واي تبع يعني خلينا نحكي اللان انترفيس اللي هو موجود على اي ام 0. فهي اي ام 0 بعدين خلينا نحكي له كوميت تشيك، خلينا نعمل كوميت. الان طبعا في مشكلة، ليش؟ لانه انا لو حكيت له شو، فانتو شايفين هنا انه ما في عندي configuration باتجاه R4، فلازم انا احكي له set الانترفيس من 2 ل 4 وانا 2 على الانترفيس اللي هو EM2. هياته هذا الانترفيس اللي انا بدي اياه EM2. فانا هنا بدي احكي له تعال على اي ام 2 وخلينا نعمل سيت، او احنا سيت تمام. طيب بما اني عملت سيت هاي كومنت، نجرب نعمل ران بينج ونعمل بينج لأربعة واحنا من 2 لأربعة. تمام يعني احنا شغالين لحديت الان كل امورنا تمام. روح على الراوتر 3، فاحنا الان على جونيبر ار 3. جونيبر ار 3 في عندي على اي ام 3، اذا انتم شايفين هنا اي ام 3 الكونفيجريشن تبعها شو 3 4، لكن هنا اذا انتبهتوا هون 3 3، فمعناته انا عندي مشكله. بنقدر شو نعمل؟ رينيم انترفيس اي ام 3 يونت 0 فاميلي اي نت ادرس. انتبهوا انتو هاي 1216833/24. هنا بعطيني شو 2، ايش بدي اعمله رينيم لهون 192.168 من 3 ل 4 وانا الراوتر 3 على 24. 2 address. اها نجرب commit check عشان نتأكد. طب نعمل commit خلص. الان نعمل show. ها شايفين الان صار عندي configuration بدون ما اعمل delete، ارد اعمل set خلص مباشرة 2، بعمل رينيم للانترفيسز. ليش ما عملتها بالمرة الماضية؟ لانه نفس الانترفيس احنا كنا حاطينه على يعني نفس الاي بي ادرس، نفس العنوان على انترفيس اخر، فبهي الحالة راح تفشل عندي العملية. الان لو حكيت له run bing
192.168.34 وانا 4 بدي احكي مع 4 بقدر احكي مع 4. حتى كمان يعني شوفوا انتم هون احنا على يعني نظام يونكس، فلو حكيت له اكزيت الان بقدر احكي له اس اس اتش لمين 192.168. ليش؟ لانه انا شغال عندي الاس اس اتش سيرفيس 3 ل 4 بدي اعمل اس اس اتش على 4. كونكشن ريفيوز مش شغال، لكن خليني اجي هون احكي له سيت سيستم سيرفيسز اس اس اتش كومنت. طب جرب الان. اها تمام، يعني معناته انا يعني لو اجي هون، لكن قبل ما اكبس انتر لاحظوا هنا يعني ايش البرومبت كان R3. الان لو حكيت له CLI فانا صرت على R4. نعمل exit، بس هاي يعني نوع من ال خلينا نحكي هاي exit. خلاص رجعنا لهون. طبعا نرجع على R3 بلاش ما نخربطكم. ليش؟ لانه انا R4 هون موجود عندي فما في داعي يعني ادخل عليه، لكن هاي شيء جميل. ليش؟ لانه انت بتقدر تدخل على هذا الراوتر من مكان بعيد وتعمل له كونفيجريشن، تعمل له اعدادات وتشوف شو فيه مشاكل وكل شيء بشكل يعني مباشر. الان انا عملت كونفيجريشن للانترفيسز. لو R4 بده يتكلم مع البي سي اللي هون، خلينا نعمل له ران او ستارت. لو بده يتكلم مع البي سي اللي هون شو لازم يعمل؟ اللي لازم يعمله انه بده يكون عنده اول شيء بالراوتينج تيبل النتورك اللي هون، اللي هي ايش؟ .3.0/24. واحنا عارفين انه هون عندي كمان نتورك ثاني اللي هي .3.2.0/24. وانتو شايفين هون كمان انه نفس الشيء، انا في عندي .4.0/24، وانا عندي هون كمان نفس الشيء اللي هي او اخر واحدة اللي هو هذا السيسكو راوتر .1.0/24. في عندي حل، اجي اعمل static route لهذا الراوتر علشان يوصل هاي، وعلشان يوصل اصلا نتورك هاي، وعشان يوصل نتورك اللي هون، عشان يوصل نتورك اللي هون، عشان يوصل نتورك اللي هون. فانا بدي static route. اول شيء هذول اصلا directly connected، هذول ما راح اعملهم static route، لكن static route static route static route static route static route static route. يعني انا بدي طول اليوم بس اشتغل على static route. وكمان في مشكلة، لو فرضا فشلت النتورك شو ممكن يصير عندي؟ راح يظل موجود النتورك بالراوت تيبل، لكن كل الباكيتس راح تسقط، راح يعملوا لها دروب يعني راح يرموها. فالحل اني اشغل دايناميك راوتينج بروتوكول. خلينا نيجي هون على نعمل شو، ايش اللي لازم احذفه من هون؟ فاحنا بدنا نعمل ديليت راوتينج اوبشن ستاتيك راوت 192.168.3.0/24 next hop 192.168.23.3 كومنت. وبدي اجي هون كمان نفس الشيء، اعمل كونفيجر شو، شايفين الستاتيك راوت، فبدي اعملها ديليت راوتينج اوبشن راوتينج اوبشنز ستاتيك ستاتيك راوت 192.168.2.0/24 next hop 192.168.23.2
تكون مات. طبعا لو خربطت راح يحكي لي شو statement not found، او يعني الاشي اللي انت قاعد تحاول تعمله دوريت اصلا هو مش موجود عندي بالconfiguration. كيف بدي اعمل بالاعدادات تبعتها؟ فكيف بدي اعمل ديليت لاشي مش موجود؟ الان بدي ابدأ موضوع الراوتينج. خلينا نيجي نعمل راوتينج هون، خلينا نعمل كونفيجر تيرمينال لسيسكو راوتر. فاول شيء بدنا نعمل كونفيجر ل الايثرنت، شايفين هنا ايثرنت 00 ايثرنت 01 00 بربطه معي، فالانترفيس فاست ايثرنت انترفيس اف اي ايثرنت ايثرنت 00 00. طيب اي بي ادرس 192.168.1.2.1/24 هاي انتر مش سلاش 10 وهي كوميت كذا نو شت داون. طيب نو شت داون، في هنا كمان عندي كونفيجريشن ناقصه، يعني هيك بصير ليش؟ لانه ما في عندي انا الانترفيس اللي بربطني مع راوتر R1، فلازم احكي له سيت. خلينا اول شيء نرجع هون فاميلي اي نت. طيب هون ايش الانترفيس؟ هو EM5 وهي الاي بي ادرس اللي هو من 1 ل 2، وهي انا 2 على الشبكه، وهي كوميت. الان بدي خلينا نعمل دو بينج 192.168.1.2.2. تمام، لا امور تمام. فانا عندي هون دوت سلاش 1 اي بي ادرس، هنا بدي اعمل اي بي ادرس مع مين؟ مع R4. ففي عندي من 1 ل 4 وانا 1 ونو شت داون. هالكونفيجريشن احنا يعني فعلناها ل R4. خلنا نلقي نظرة، فعندي فعلا كونفيجريشن فعال R4. لو حكيت له الان دو بينج 1 4 وهي راوتر 4، لكن يبدو انه في مشكلة. وين المشكلة اللي يعني موجودة عندي؟ انا هنا 192.168.1.4، انا على EM4. طيب EM4 خلينا بس نعمل هيك، او هون خلينا نيجي الوضع الطبيعي هو هاي. طيب EM router R1 port 0 to R4 port 4 EM4 قريب EM4 ممكن يعني لسه بعده ما لا الى الان في مشكلة. ايثرنت 01 run short out. فأنا في عندي من 1 ل 4 via EM4. طيب ماشي، run ping 192.168.1.4.1 يعني قريب. أنا بقدر أعمل له ping، هو بقدرش يعمل لي ping كيف؟ لا خلص خلص ماشي. طيب يعني معناته انا عندي فول كونكتيفيتي. الان انا كل اللي بدي اعمله بدي اشغل ريب راوت. احنا بنعرف على راوترات سيسكو راوتر ريب، بس تقول له اوكي بتكيو نو اوتو سمري فيرجن 2
يعني الفيرجن بدي اشغلها تو نو اوتو سمري. بعدين الان هنا في عندي حلين. الاشي الجديد انه طريقة الكونفيجريشن على جونيبر راوترز مش نفس طريقة الكونفيجريشن. هون انت بتحط نتورك كذا 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 بتحط او هنفرض هيك بتحط يعني بتحط النتورك تبعته. في عندي خيار هون بحكي لي ريديستريبيوت ايش، يعني انا اعمل عملية حقن او امسك الشبكات الموجودة ببروتوكول ثاني بشيء ثاني بقسم ثاني وحطها على اساس اعلنها كنتوركس موجودة على الريب بروتوكول. فمثلا ايش انا ممكن اعمل؟ خلينا اول شيء نعمل do show route. ما في الان do show ip route. هاي عندي كل الشبكات الموجودة على هاي الراوتر. الان انا بقدر احكي له بكل بساطة redistribute ايش. انا في لو تفرجتوا هنا في عندي مثلا static connected شو directly connected. فانا بحكي له redistribute connected. كما بقدر احط المتريك مثلا كم هوب زيرو هوب، ما هي متصلة فيه بس انتر. هيك انا بكون اعلنتها وين؟ بالريب راوت. يعني الان لو حكيت له exit وحكيت له show IP route the network 192.168.14.0/24 طيب هون بحكي لي انه هي فعليا attached connected subnetted with two subnet mask or redistributed via rib. وهي موجودة عندي. الان هون انا بدي اجي على جونيبر راوتر وبدي احكي له يقوم بالعملية التالية زي ما احنا عملنا. يعني هاي طريقة ثانية علشان اشغل. يعني لو حكيت له شو اي بي راوت وحكيت له ريب هون ما في. ليش؟ لانه ما نزل ولا اي راوت. ليش؟ لانه كونكتد الفاليو تبعها زيرو، بينما هي بالريب راوت بالريب راح يكون كم تكلفتها؟ الرب 110. الان انا بدي اجي على الرب او على الجونيبر راوترز بدي اعمل نفس الشيء. بدي احكي له set policy options policy statement. شو البوليسي statement اللي هي الرب؟ ايش import؟ يعني اعملها importing، استوردها مثلا imported from import term 1 او term con او لا مش هيك con مثلا هاي con from ايش. نفس الشيء زي ما احنا عملنا هنا from protocol طبعا from protocol مرحبا بذكر الله from protocol mean. في عندي هون خيار directly connected route. فانا بحكي له from protocol direct enter. الان انا حكيت له انه استوردها من الان لازم احكي له انه شو يعمل فيها. انا مزبوط استوردتها وصارت عندي موجودة بالمخزن. بعد ما استوردها في عندي طبعا اللي هي كون ماشي، يعني انه احنا نفس البوليسي احنا بنضلنا شغالين عليها. فخلينا نحكي تيرم كونكتد. ذن ايش بدي اعمل فيها؟ بدي اعملها ريجكت. طبعا راح اعملها اكسبت، لكن انا يعني بحكيكم في خيارات انه تقدر تعملها ايش ما بدك. فهي accept enter. أه
كمان بقدر يعني اعمل اذا بدي لاستاتيك، لكن هاي يعني هذا كافي يعني. لكن بضل عندي اعمل كوميت. خلينا الان يعني نشوف الراوتر بروتوكول، او خلينا نلقي نظرة هنا على سيسكو راوتر صديقنا القديم، نشوف كونكتد الان. للان ما بعد ما في ما يعني ما في ما في راوتس، ما في راوتس يعني احنا استقبلنا لحديت الان. في عندي مشكلة هنا، انا مزبوط اشتغلت ويعني الراوت والريب وكل شيء، لكن هنا انا ما شغلت انا عرفت البوليسي، يعني انا عرفت انه في شيء اسمه كذا. الان بدي احكي له سيت بروتوكول ريب جروب. طب جروب نيم مثلا ريب ان، يعني داخل ريب انسايد اور كومباني مثلا او شيء. فطبعا انت شو بدك تعمل له؟ اكسبورتد فروم مثلا ريب امبورت، احنا سميناها ريب ان، وهنا كانت عندي ريب امبورت فروم ريب امبورت. يلا انا بدي احكي له اللي هي ريب امبورت، وهيك بعمل له انتر. الان وين النيبر موجود؟ وير از اور نيبر؟ على اي انترفيس؟ وين على اي بورت احنا متصل؟ فانا بدي احكي له بروتوكولز ريب a group name. ايش النيم تبعنا؟ طبعا ما فيش غير ريب ان، ف ريب ان نيبر. وين موجود النيبر؟ مثلا شو الانترفيس موجود عندي؟ النيبر موجود على EM3 EM2 EM4. ف EM3 EM2 3 و 4. بعدين كوميت، خلينا نعمل تشيك مبدئيا. فنعمل كوميت الان، راح يعني راح يشتغل عند الرب ان شاء الله بشكل سليم. طبعا بياخذ وقت لحتى ما يبعث البيانات. الى الان ما في. طب شو خلينا نتفرج على الراوتينج تيبل. دايركت لوكال ريب. خلينا طيب ماشي خلينا نعمل شوية كونفيجريشن للريب علشان يشتغل يعني بشكل سليم. يعني خلينا نحكي مثلا من الأشياء اللي بنقدر نعملها للريب، مثلا أول شيء طبعا خلينا نحكي edit protocol طيب edit protocols ريب. خليني أجي أحكي له set زي ما احنا عملنا هناك، نو اوتو سمري وريب فيرجن 2 ست ريسيف فيرجن 2. شوف فيرجن 2 ست مثلا سند مالتي كاست، بعدين مثلا ست جروب ريب ان. كمان set بدناش، ما بنحط authenticate. تقدر تحط set مثلا في عندك مثلا authentication type، في عندي authentication key كمان، لكن هاي اللي يعني جزءنا نحتاجه يعني. اتوقع
هنشوف شورب إلى الآن ما في. طيب خلنا نعمل توب ونشوف الراوتينج تيبل. في عندي اشي من الريب اربعة، لكن انا عندي هون في نتورك اللي هي هون، يعني هاي متصل فيها هاي مش متصل فيها، فالمفروض اني اجي هون احكي له شو راوت، لكن انا بدي احكي له من 1 ل 2 redistributed via rep to لازم ادخل على global configuration mode واعمل configuration لاخر انترفيس المتصل فيه عليه ال PC3 اللي هو E2. طيب هاي 2 IP address 1 وهو دوت 1 على الشبكة ونو شت داون. طب ما هو مباشرة بيعمل شو بيعمل اكسبورت للريب، يعني انا لو حطيت له هون 1 فانا شايف انه مباشرة يعني عمل لي اياها. طيب شوف مرة ثانية ما في عندي اي شيء. طيب بدي اعمل deactivate interface EM4 unit 0 family inet او لا deactivate EM 4 commit. فالآن يعني لو عملت له بينج من هون ما راح اقدر اعمل بينج، ليش؟ لانه مفصول الانترفيس يعني شت داون 144 ما بقدرش. طيب خليني انتقل لهون نعمل configuration ف set routing options ريت بوليسي او شيء نعرف البوليسي بوليسي اوبشنز بوليسي ستيتمنت ريب امبورت او شو سمينا احنا شو. طيب في عندي بوليس ستيتمنت ريب امبورت فروم طبعا تيرم كونكشن. طيب ريب امبورت تيرم كون فروم بروتوكول دايركت. بعدين بدي احكي له then accept. بعدين بدي انتقل ل edit routing options rep routing edit protocols. خلينا نعمل edit protocols rep set version set receive version 2 set send multicast set group rep طب خليها الآن خليها نعمل توب ونعمل set protocols rep group
مثلا ريب ريب ان زي ما عملناه هناك ريب ان اكسبورت فروم ريب امبورت. كمان هنا خليني اعمل نفس الشيء نيبر وين موجودة انترفيس على الانترفيس اللي هو EM2 EM0 EM0 EM2 EM5 EM0 EM2 و EM5. طيب نعمل كومنت ونعمل edit protocols نحطهم set group rep edit protocols rep set group الجروب اللي عندي انا اللي هي ريب ان ريب ان. طيب هاي ريب عندي طيب جروب ريب ان بتعرف بلاش بلاش ما نحط جروب اكسبورت ريب ان. طب المفروض الان صار في عندي شو اي بي راوت هون هاي عندي R4 1-2 من 1-2 هاي imported يعني via من 2-4 مباشرة لكن R1 من ال من سيسكو ما نزلت عندي على الشبكة نهائيا. طب نشوف شو في عنده هنا بالراوتينج تيبل شو اي بي راوت. فأنا في عندي connected 1-2-1 directly connected أنا مزبوط عملت redistribute للهاي لكن ما فعلت الانترفيسز يعني هنا عملت ريديستريبيوت كونكتد ماتريكس زيرو لكن انا لازم ادخل واحكي له النتورك ليش علشان يفعلها على الانترفيس فلازم احكي 1-2-1-4-0 انتر 1-2-0 اكزيت كمان اكزيت شو اي بي راوت مباشرة نزلت عندي. انا بس يعني كنت بدي اوضح لكم الفكرة ونسيت اعرف يعني اشغلهم على الانترفيسز. طبعا هم بتقدر تحط يعني ست جروب ريب ان عادي. طب هاي نعمل كومنت ونعمل توب ونرجع لاخر واحد بضل عندنا هال الراوتر. طبعا هون بدك تعمل نفس الشيء set policy options policy statement rep import يعني انت بتصدره من جهة وبتستورده من الجهة الاخرى from
بروتوكول دايركت، وهون بدك تعمل له اكسبت. طبعا هيك انت بتكون جهزت البوليسي اللي بدك تشتغل عليها لما يعني لما جهزت البوليسي اللي بدك تشتغل عليها لما تفوت على الريب. يعني احنا بعدنا ما يعني دخلنا بالريب. فست راوتينج ست بروتوكولز ريب جروب، ايش النيم تبع الجروب؟ خلينا نسميه، احنا سمينا هناك هاي ريب شو احنا حكينا، هاي الريب خربطت هون. احنا عملنا البوليسي، بعد ما عملنا البوليسي الان ريب ريب ان يعني داخل الشركة بدي اعمل له ايش؟ اكسبورت، اكسبورت، بعدين بدي احكي له انه ريب ان ريب امبورت. فبعدين بدي احكي له انه شغله على النيبر وايش الانترفيسز اللي على ار 3 0 1 3. فاي اي ام 0 اي ام 1 واي ام 3. بدي احكي له كوميت وبدي ادخل احكي له edit protocols rip set receive version 2 set send multicast set. هون طبعا يعني الجروب مش مهمة، لكن هاي جروب هاي rip rip n. نعمل commit، نعمل توب مش اكزيت. الان نعمل شو راوت طيب هاي ران شو راوت، هذا اللي انا بدي اشوفه اللي هو فول كونكتيفيتي لكل الشبكة. الان لو شغلت يعني لو نزلنا لهون او لو شفت اول شيء يعني بي سي 2، خلينا لازم نعمل كونكتيفيتي ما بين بي سي 2 وبي سي 3. خلينا ننقله ل ار 4. بي سي 2 وبي سي 3، بي سي 2 على ار 3، فعندي بي سي 2 هون مش موجود. طيب بي سي 2 على ار كونسول، فننقله ل هاي البي سي 2 على ار 3. فاي بي 192.168.3.100/24/192.168.3.1 اللي هو الجيت واي تشيكينج. طيب هاي عندي وعندي الاي بي ادرس 192.168.1.100/24، هذا اللي على راوتر سيسكو تحت في الاسفل هنا. نشوف الراوتر سيسكو شو في عنده كمان راوتس، يعني عنده موجودة ثلاث، لا مش موجود الثلاث او الى الان مش موجود الثلاث. غريب كله كونكتد ما في راحوا الريبس 120.
لا لا موجودات، لكن انا فكرت انه الكتابة من هاي. طبعا انا بسجل فيديو يعني ضايل لأذان الفجر حاليا، وضايل للإقامة تقريبا ثلث ساعة او اكثر يعني. ف حاليا ان شاء الله يعني بنروح نصلي ان شاء الله الفجر. فعندي هون انا ما وان هوب الى الان ما وصلني اي شيء من R3 اللي هو الراوتر R3 تبع جونيبر هون. شو طيب ماشي، شو راوت كلهم موجودين حتى لا وان مش موجود عندي، شايفين وان مش موجود عندي. ليش؟ لاني انا هنا نسيت مرة ثانية اشغل الريب على وان، يعني لازم اجي هون احكي له وان عشان تطلع هاي الشبكة. ليش؟ لانه هاي هون كمان مش موجودة. ران شو راوت ما في وان هون، ما في. الان صارت موجودة وان لكن ما كانتش موجودة. يعني الان لو اجي على R3 كيلو شو راوت، فاحنا نلاحظ انه هون لا لسه مش موجودة R3. طيب مرة ثانية شوفها موجودة، للأسف إلى الآن ما وصلت. طيب شوفها هون موجودة، لا كمان مش موجودة على R4، موجودة فقط على R2. طبعا شو السبب؟ مش منطقي يعني. R2 R3. طيب شوف هنا لو عملنا Ctrl C Short Out ما مش موجود R3. طيب انا يعني مثل هاي الحالة يفضل اني استعجل واعمل ستارت هون وانقله على R4 ونعمل تيست على الورك سبيس 4 ونعمل تيست نحكي له IP 192.168.2.100/24.192.168.2.1 ونعمل بينج لمين؟ نعمل بينج لهاي للاي بي ادرس اللي هون. لكن انا اول شيء نعمل له full configuration dot one dot one. بدنا نعمل بينج من سيسكو راوتر لجونيبر راوتر. هاي بينج 192.168.2.100. طبعا عندي full connectivity. ممكن يعني الرب باخذ وقت، ممكن يعني يكون بده وقت لحتى ما توصل الراوتس لبقية هاي، لكن ما في وقت بدنا نستناهم. 192.168.1.100. الان انا من هاي البي سي انا بقدر يعني اعمل بينج مش هون هون، فانا بقدر اعمل بينج من هون هيك لعند البي سي اللي هون. هذول ما شيكت على الكونكتيفيتي لانه ما بقي وقت. للأسف نعملهم يعني فيديوهات أخرى. عملية ترابل شوتينج، شكل استماك، والسلام عليكم ورحمة الله.